الوفد الكاميروني العزيز المرافق، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بأخي العزيز معالي وزير خارجية الكاميرون في بلده الثاني مصر، وأرحب أيضا بالوفد المرافق لسيادته. هذه زيارة هامة، زيارة عزيزة علينا، على قلوبنا هنا في مصر، خاصة في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والكاميرون الشقيق. لقد كانت مصر ثاني دولة تعترف باستقلال الكاميرون وعام 1960، وكانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الكاميرون الشقيقة في عام 1961، ومنذ ذلك الحين تجمعنا علاقات أخوة، علاقات شقيقة وقوية مع جمهورية الكاميرون. هذه علاقات ممتدة عبر عدة عقود، وبالتأكيد سعدت اليوم باستقبال أخي العزيز مبيلا مبيلا، وأيضا تلقيت من سيادته رسالة من فخامة الرئيس الكاميروني بول ميام إلى شقيقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الرسالة تعكس أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين. عقدت اليوم وأخي الوزير لوجون بيلا مبيلا الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكاميرونية، والتي تعقد لأول مرة منذ عدة أعوام بسبب جائحة الكورونا وأيضا العديد من التطورات الإقليمية والدولية والداخلية التي حالت دون عقد الجولة المشتركة خلال الأعوام الماضية. ولكن اتفقت مع أخي معالي الوزير على الحفاظ على انتظام ووتيرة انعقاد اللجنة المشتركة لتعقد سنويا، وأنا أتطلع بشغف لأن أزور العاصمة ياوندي في العام القادم لرئاسة وفد مصر في الدورة الثامنة للجنة المصرية الكاميرونية المشتركة. هناك كما ذكرت علاقة سياسية متميزة بين قيادتي البلدين، ولكن نريد الآن ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية أقوى في الفترة القادمة. نريد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. تحدثنا بشكل مستفيض عن دور الشركات المصرية في دعم عملية التنمية والتحديث الجارية في الكاميرون. تحدثنا أيضا عن عقد منتدى للأعمال المصري الكاميروني في المستقبل القريب. هناك رغبة قوية من جانب الشركات المصرية للاستثمار وإقامة الأعمال في بلدهم الثاني الكاميرون، خاصة في قطاعات محددة على رأسها قطاع الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة. أيضا هناك القطاع الزراعي، واتفقت مع معالي الوزير على استكشاف سبل استثمار الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة في مصر في قطاع الزراعة في الكاميرون لاستزراع العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر، والعمل على تصديرها إلى مصر. تحدثنا أيضا عن التعاون القوي في قطاع الأدوية وحرص مصر على توطين صناعة الأدوية في الكاميرون، وأيضا تسجيل الدواء المصري الذي يحظى بسمعة شديدة شديد يعني سمعة طيبة للغاية وشديدة الإيجابية في الكاميرون وفي القارة الإفريقية. وبالتالي نحن على استعداد لنقل إمكانياتنا والتكنولوجيا والخبرات المصرية في قطاع الأدوية.
تحدثنا أيضا عن قطاع الصحة واستعدادنا لدعم الكاميرون في مجال الرعاية الصحية، بصفة خاصة التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة فيروس سي والهيباتايتس سي، ولدينا تجربة عظيمة هنا في مصر هي تجربة رائدة في العالم كله، وأكدت لمعالي الوزير حرصنا واستعدادنا لمشاركة أشقائنا في الكاميرون لهذه التجربة الرائدة. تحدثنا أيضا عن التعاون في المجالات العلمية وفي مجالات تقديم وزيادة المنح الدراسية التي تقدمها مصر لأشقائنا الطلبة في الكاميرون. تحدثنا أيضا عن الدور الرائد للأزهر الشريف في تقديم المنح الدراسية للطلاب للدراسة في الأزهر الشريف. تحدثنا أيضا عن مكافحة الإرهاب ونقل التجربة المصرية الرائدة التي تقوم على المقترب الشامل في محاربة الإرهاب. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في القارة الإفريقية، وأيضا التعاون المشترك خاصة في ظل أننا سنوقع فور هذا المؤتمر الصحفي على مجموعة من الاتفاقيات بما في ذلك مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري والكاميروني، وأيضا اتفاقية للتعاون بين مركز القاهرة الدولي لفض المنازعات بالطرق السلمية، وأيضا المفوضية الكاميرونية للتسريح وإعادة الدمج. تحدثنا أيضا عن التعاون المشترك في مجالات التنمية كما ذكرت، بما في ذلك في مجال بناء السدود في الكاميرون في ضوء التجربة المصرية العظيمة في تنزانيا، وبناء سد جوليوس نيري بخبرات مصرية كاملة وبتمويل مصري كامل. بناء السدود في الكاميرون له أولوية كبيرة لمعالجة قضية الطاقة وتوفير الكهرباء من الطاقة الكهرومائية في الكاميرون الشقيقة. تحدثت استمعت أيضا إلى رؤية أخي العزيز معالي الوزير حول الأوضاع في منطقة وسط إفريقيا. الكاميرون دولة محورية في منطقة وسط إفريقيا، وأيضا في خليج غينيا وحوض بحيرة تشاد، نظرا للدور الهام الذي تلعبه الكاميرون في تلك المناطق، وأحط معالي الوزير علما بالتطورات في منطقتنا العربية وفي الشمال الإفريقي. كما تحدثنا أيضا عن التحديات التي تواجه بلدينا سواء فيما يتعلق بالتغير المناخي و التعاون والتكامل الإفريقي، خاصة وأن مصر والكاميرون طرفان رئيسيان في الاتفاقية القارية للتجارة الحرة في إفريقيا. فتحدثنا أيضا عن التعاون المشترك في المحافل الإقليمية والدولية. سعدت بلقائي مع أخي معالي وزير خارجية الكاميرون، ومرة أخرى نعيد التأكيد على أن هناك إرادة سياسية مشتركة تجمع بين بلدينا الشقيقين وتوجيهات من فخامة الرئيسين للعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا، وسرعة عقد منتدى الأعمال بين القطاع الخاص المصري والكاميروني لاستكشاف الفرص الخاصة بالاستثمار وتنفيذ المشروعات خاصة في مجالات الإسكان والبنية التحتية. لا ننسى، وهو ما ذكره معالي الوزير الكاميروني، أن للشركات المصرية وعلى رأسها شركة المقاولون العرب سمعة جيدة للغاية في الكاميرون، وستواصل الشركة المصرية والشركات الأخرى المصرية المساهمة في دعم عملية التنمية وخاصة في مشروعات البنية التحتية والبناء وبناء المساكن الاجتماعية في الكاميرون. مرة أخرى نرحب بكم أخي العزيز في بلدكم الثاني مصر، ونتطلع إلى مزيد من تطوير العلاقات
بين بلدينا. نشكركم على زيارتكم، والوفد الوزاري رفيع المستوى الذي يرافقهم، ونعطي لكم الكلمة.